المتوسطة الدنيا قدر الإمكان. قدر الإمكان لي إلى متى نبقي هذا التشوه؟ وهو تشوه عندما تمنع وضع ضريبة مبيعات مقررة بقانون على مواد محددة لأنك تريد أن تحمي طبقة، هذا التشوه. لكن إلى متى نستمر في ذلك؟ إلى أن ينمو الاقتصاد ويتحسن وضع المواطنين، قل نسبة الفقر، قل نسبة البطالة. نحن واعيين لذلك، نحن نعي ذلك. فبالتالي لابد للتدرج في عملية الإصلاح. لا نريد الإصلاح كله في عام واحد. إحنا وزير المالية الآن بيعطيكم المبالغ اللي طالبينها لعملية الإصلاح، ولكن سنتدرج معكم، سنفاتحكم بما هي الإجراءات، لأن أرقام الدين وصلت إلى حدود مزعجة. في أفكار كثيرة. طيب هنحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذا حسناه بنقص الناتج. طيب عشان أحسن مش لازم تكون الأرض اللي بشتغل عليها سوية؟ مش لازم أزيل التشوهات؟ لازم أزيل التشوهات. اليوم نحن بحاجة إلى التعرف على كل مجال من مجالات الضريبة العامة على المبيعات والجمارك، حتى نضمن استمرار النشاط الاقتصادي ونفس الوقت ألا يؤثر ذلك تأثيرا بالغا على المواطنين. فإحنا المبادئ الرئيسية اللي عم نشتغل عليها هي المواد الغذائية الأساسية يجب أن لا تمس، الأدوية يجب أن لا تمس، أغذية الأطفال يجب أن لا تمس، مستلزمات المدارس يجب أن لا تمس، في مواضيع أخرى بيجي عليها. المواد الغذائية الأساسية والأساسية معروفة ونعرف لكم إياها، يجب أن لا تمس. أضف إلى ذلك في عندنا برنامج لموضوع تقليل الهدر في الطاقة اللي هو بتعلق في السيارات الهايبريد، إلى التعرف على كل مجال من مجالات الضريبة العامة على المبيعات والجمارك، حتى نضمن استمرار النشاط الاقتصادي ونفس الوقت ألا يؤثر ذلك تأثيرا بالغا على المواطنين. فإحنا المبادئ الرئيسية اللي عم نشتغل عليها هي المواد الغذائية الأساسية يجب أن لا تمس، الأدوية يجب أن لا تمس، أغذية الأطفال يجب أن لا تمس، مستلزمات المدارس يجب أن لا تمس، في مواضيع أخرى بيجي عليها. المواد الغذائية الأساسية والأساسية معروفة ونعرف لكم إياها، يجب أن لا تمس. أضف إلى ذلك في عندنا برنامج لموضوع تقليل الهدر في الطاقة اللي هو بتعلق في السيارات الهايبريد وسيارات الكهرباء، راح نستمر في هذا البرنامج لأنه هذا سيؤدي إلى حركة إيجابية في استخدام الطاقة الكهربائية اللي نتمنى أنها تنمو في السنوات القادمة باستخدام الطاقة الشمسية، وهذا راح يؤدي إلى إعادة التوازن في استهلاك المشتقات النفطية ويسهل عمل المصفاة ويسهل عمل خلطة المنتجات النفطية. فيما يتعلق بالسؤال، حتى يعني لأنه كثر الكلام والحديث فيما يتعلق بالإعفاءات الطبية ولها أسباب، قد يكون بعض الأشخاص لم يتعرفوا على القرار بطريقة جيدة أو أنه وصل معلومات غير صحيحة أو صار عندنا ممارسات
في التحويل لم تكن صحيحة. العام الماضي على فكرة واحدة من أهم القضايا اللي لازم نطلع عليها في الموازنة هي أن هذه الموازنة ستسد دين ب 370 مليون دينار هذا العام. دين ب 370 مليون دينار ديون سابقة جزء كبير منه معالجات. يعني بنحكي عن 450 مليون بدي أجيب أو بدي أجيب الموازنة إذا وافقتم، و370 مليون بدي أسد دين قديم.